السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم 30 من عمر الفراخ الساسو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. انتوا طبعا شايفين المنظر وشايفين حجم الفراخ وشايفين طبعا الريش بيلمع. طالما ريش الفرخ بيلمع كده معاك، تعرف ان الفرخ ده مناعته كويسة وتعرف ان صحته 100 100. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الوزن وصل معايا النهارده كيلو. بدأت النهارده بقى، جبت بطين مسلوقين او جبت بطين نيين. بدأت ان انا اسلقهم نص سلقة كده لمدة حوالي 3 دقايق ولا حاجة، بحيث برضو الصفار من جوه يبقى لسه مية. وبدأت جبت معلقتين خميرة فورية وقلبتهم على البيض، وكل الكلام ده نقلبهم مع العلف. طبعا البيض المسلوق فاتح شهية من الدرجة الاولى، مفيد طبعا لعظم الفراخ، بيمنع حالات الكساح، يعني بيغنينا عن وجع دماغ كتير قوي. والخميرة طبعا بتساعد على زيادة الوزن، طبعا مفيش شك في كده. فاللهم صل على النبي، ربنا يكرمنا كده فيهم ويكمل على خير. انا قلت النهارده مسلوق لهم البيض، طبعا ده تالت يوم او تالت مرة اسلق لهم بيض. طبعا انا سلقته في اول يوم، وسلقت اللهم صل على النبي في اليوم السادس. طبعا الكراسة قدامي، فانا مسجل جميع الخلطات اللي انا عاملها للفراخ، كاتب في اليوم الاول كذا، التاني كذا، التالت كذا، الرابع كذا، عشان في نهاية الدورة خالص ابقى انا عارف ان انا مشيت مع الدورة ديتي. اليوم الاول كذا، التاني كذا، التالت كذا، الرابع كذا، وفي الاخر خالص ادتني اوزان كذا، بحيث برضو ابقى عارف انا ماشي ازاي وعمل ازاي. انا جيت في اول يوم برضو نفس النظام كده النهاردة، بس ما حطيتش خميرة في اول يوم خالص. برضو عملت لهم بيض مسلوق وسكر على المية، بديل السكر محلول معالجة الجفاف او عسل اسود. تاني يوم بدأت شوية كمون على شوية كزبرة على العلف، فتح شهية بيجذب الفراخ للعلف، بحيث برضو ان ايه انشط الفراخ تبتدي انها تجري على العلف. من تاني يوم، تالت يوم بدأت احط لهم شوية سمسم على شوية عبة البركة، رابع يوم شوية عسل اسود، اليوم الخامس شوية نشا عشان برضو اظبط لهم الدنيا، في اسهال في كلام من ده كله مفيش، يبقى انا بعمل لهم وقاية. بدأت ان انا احط لهم في اليوم الخامس نشا على حلبة على كركم. طبعا الحلبة معروف انها في زيادة الوزن كويسة، الكركم نفس النظام، في طفيليات في كده بينظف معدة الفراخ. جيت في اليوم السادس بيض مسلوق، اليوم السابع بدأت ان انا جبت شوية سكر على العلف، السكر كويس برضو في زيادة الوزن. جيت لك بقى في اليوم الثامن ما حطتش حاجة، مية وعلف بس بدون اي حاجة خالص. اليوم التاسع بدأت ان انا اعمل لهم خلطة البصل والثوم والليمون. اليوم العاشر ما عملت لهمش حاجة برضو، بس بدأت ان انا اوسع لهم المكان، بحيث ان هم ياخدوا راحتهم في المكان برضو. اليوم الحداشر بدأت ان انا جبت بصلة وبدأت ان انا قطعتها على ايدي، ما بشرتهاش، قطعتها وخلطتها مع العلف، بحيث برضو ان انا اعرف الفراخ ان انا ممكن في اي وقت احط لهم بديل العلف او احط لهم حاجات مع العلف زي عيش، دشيشة، الكلام ده كله. اليوم ال 12 بدأت ان انا جبت شوية حلبة غليتهم على النار، وبدأت اصفيهم واحطها لهم على سقية المية، والحبوب بتاع الحلبة احطها على العلف. الخلطة دي كويسة جدا في زيادة الوزن. اليوم ال 13 برضه كررت لهم البصل المتقطع ده. اليوم ال 14 شاي مغلي اظبط لهم الدنيا من الاسهال الكلام ده كله، مفيش، يبقى انا بعمل لهم وقاية. اليوم ال 15 بقى بدأت ان انا اسلق لهم بطاطس وهرسها في العلف، بحيث برضو توفر معايا تكلفة علف وتكلفة الكلام ده كله. والبطاطس كويسة جدا في زيادة الوزن برضو، البطاطس معروف انها بتسمن،
معروف انها بتتخن عند البني ادمين، فما بالك بقى الطيور والكلام ده كله. اليوم الستاشر بدأت ان انا اغلي شوية نعناع احط لهم على سقية المية، اظبط لهم الجهاز التنفسي، وبدأت ان انا اضيف كسر عيش. اليوم السبعتاشر خميرة فورية على سقية المية. اليوم التمنتاشر علبة زبادي على شوية عسل على شوية طحينة، وأقلب الكلام ده كله وأضيفها لسقية المية. اليوم التسعتاشر عسل أسود على علف. العشرين بدأت إن أنا أضيف برضه كسر عيش. الـ21 بدأت إن أنا جبت شوية خضرة، شوية سيريس، شوية جرجير، شوية الكلام ده كله، وأقطع وأرملهم بحيث إن أنا أنشط الفراخ معايا. اليوم الـ22 شيح مغلي وأضيفه لسقاية المية. في بقى ديدان في معدة الفراخ، في الكلام ده كله، الشيح بينظف كل الكلام ده كله. اليوم الـ23 كركم، بدأت ان انا اضيف شوية كركم على العلف برضو، كويس جدا بينظف معدة الفراخ. اليوم الـ24 شوية شطة ناشفين على العلف، كويسين جدا برضو. بس طبعا الكلام ده كان في الشتاء لسه، فالشطة مش هتأثر، خلاف لو احنا في الصيف ما ينفعش الشطة دي خالص. اليوم الـ25 برضو بدأت ان انا اخد لهم شوية نعناع واضيفه على سقية المية، كويس جدا. الـ26 كمون وكزبرة على العلف. الـ27 خلطة البصل والثوم والليمون، شوية بصل على شوية ثوم على شوية ليمون في الخلاط، واضرب واصفيهم المية على السقايات والبصل والثوم والليمون على العلف. اليوم الـ28 بقى كان فيه ثوم متفرز، فبدأت ان انا اجيب قيمة معلقة كبيرة كده على سقاية المية، كويسة جدا برضو بترفع المناعة. اليوم الـ29 بدأت ان انا ابشر لهم بصل على العلف، بدأت ابشره واقلبه في العلف. النهاردة اليوم الـ30 بقى ربنا يكرم كده ويتم على خير، بدأت ان انا جبت ايه البيض المسلوق على الخميرة اقلبه في العلف، كويسة جدا في زيادة الوزن، والبيض كويس جدا لعظم الفراخ وكده. فعلى الله التسهيل كده ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. النهاردة اليوم الـ30، لسه حوالي 30 يوم كمان او 40 يوم كمان، وربنا يكرمنا وننتهي من الدورة دي بإذن الله على خير. فهي مشاهد الحال يا رب، وربنا يتم على خير.